طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فنحن معلش معلش يا جماعه، انا والله مريض وما اقدر انتظر النقاش، واستاذنكم نظهر. شكرا جزيلا بروفيسور اونور، وشكرا جزيلا على كل القائمين على تشريح جسد الاقتصاد السوداني. وليست ببعيد أن تكون هذه المنتديات هي أيضا البلسم الشافي لاقتصادنا في قادم الأيام. الآن المداخلات من قبل الحضور ونبدأ. شكرا. أنا حأتولى المسألة من هنا في الطربيزة. حنحاول زمن ضيق، حنحاول إنه يكون بدايفيرسيتي يعني عدد كبير من الناس. أنا حقيقة فيصل محمد علي، دائرة الإعلام غرفة المستوردين. نحن حنختار حقيقة عينة لل، ما بالضروري يا فانا أنا صوتي كويس وشايفيني وما في داعي للمنصة، الكاميرات ممكن تقبل هنا على الناس اللي حيتكلموا. حنفرض نحن بعض الناس حقيقة، وبعدين حنعمل سيلكشن. نحن عندنا دايفرسيتي كويسه، عايزين نسمع الصحافه ودارين نشوف ناس الراي الاخر وكذا. شكرا في الاول اخونا الصادق. اخونا الصادق حقيقه يعني ادانا شغل جميل جدا، لكن في نفس الوقت هو دبرز بينا، لانه نحن حسينا انه نحن زي كنا في حلقه بتاع دافور، يعني ما في اقتصاد بالمعنى الحقيقي الممكن يتكلموا عن الناس، كل واحدة معضلة أكعب من الثانية. أنا هأحفظ نفسي الحق، لكن في الأول دايرين نسمع ناس بنك السودان. أنا أفتكر أخونا محمد عصمت الميكروفون، يعني أخونا محمد عصمت أنا أفتكر إنه يخش المنصة. أوكي، نحن حقيقة حدثنا 3 دقائق عشان ندي أكبر عدد من الناس، ونحن في زمن ديمقراطي دايرين نسمع كل الآراء وكل الناس. تفضل سعادتك. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم أولا على شهدائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كمال العافية لجرحانا والعودة السالمة والغانمة لمفقودينا. اولا اشكر غرفة المستوردين على هذه الدعوة، واشكرهم ايضا على فرصة الحديث، وساحاول ان اتحدث يعني في كلمات قليلة عن طبيعة المرحلة القادمة ودور مثل هذه المنتديات في صياغة اقتصاد سليم ومعافى. أنا بفتكر إنه المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون الأبواب مفتوحة، كما العقول أيضا مفتوحة لكل فكرة ولكل رأي. ذلك أن سودان الحرية والتغيير بالضرورة أن يفتح صدره وعقله لهذه الشريحة المهمة، شريحة أهلنا من الرأسمالية الوطنية زي ما كانوا بيقولوا زمان، غير المرتبطة بال المرة دي غير المرتبطة بذلك النظام الذي كان سائدا 30 سنة. نحن حقيقة أنا جيت، وأنا حقيقة ما عارف أنا ممثل لأي جهة، هل الحرية والتغيير ولا بنك السودان، لكن أنا الدائرة أقوله إنه بنك السودان موجود الآن، زملائنا وزميلاتنا موجودين هنا وهم رصدوا هذه الندوة، وأنا أفتكر يفترض إنهم يفتحوا مسرب لإخوتنا في غرفة المستوردين. وبالضرورة كل ما ذكر في هذه السهرة الاقتصادية الرائعة سيكون إن شاء الله قيد الدراسة، وإن شاء الله نحن من خلال التعاون اللي يفترض أن يسود بيننا وبين مثل هذه الكيانات نستطيع أننا نتقدم باقتصادنا، وخصوصا على رأسه
رجل اقتصاد ضليع اللي بيرأس حكومتنا القادمة إن شاء الله. نحن متفائلين بأنه اقتصادنا سينهض وخلال فترة قليلة قادمة. أنا حبيت أؤكد على حاجة مهمة جدا وحق كلنا نساعد بعضنا البعض فيها. نحن سعينا حقيقة من خلال الحرية والتغيير في أنه ننص على استقلالية القرار الفني لبنك السودان داخل الوثيقة الدستورية، لكن لسبب أو لآخر لم نتمكن من إدراج هذا النص في الوثيقة الدستورية. ونحن بنفتكر أنه واحد من أهم أسباب الخراب الذي حصل خلال 3 عقود أنه القرار الفني داخل بنك السودان كان قرار غير محترم ولا يجد التقدير نتيجة للتدخلات السياسية في كل القرارات الفنية الخاصة ببنك السودان. ولو كان بنك السودان المركزي يتمتع باستقلالية قراره الفني لما حدث مثل هذا الخراب الذي تحدث عنه أخونا الصادق الآن. لكن الدائرة أقوله إنه نحن لو تم النص أو لم يتم النص في الوثيقة الدستورية على استقلالية القرار الفني داخل السودان، نحن ما حنسمح في المرحلة الجاية من خلال بنك السودان بالتدخلات السياسية في القرار الفني بأي حال من الأحوال. الدائرة أقوله شكرا لإخوتنا في غرفة المستوردين على هذه الدعوة، وشكرا للحضور والحفاوة والكرم والضيافة، ونسأل الله أن تمتد مثل هذه المنتديات لما فيه نفع البلاد والعباد، وشكرا جزيلا.